السلام عليكم زار البارحة وزير السكن والعمران والمدينة سيد محمد طارق بالعريبي إذن زار ملعب دويرة ووقف على كل الورشات اللي مازالت مفتوحة في هذا المشروع ومنها عملية وضع الكراسي وكذا تهيئة الأرضية نتاع الميدان لبداية وضع العشب إن شاء الله يكون من العشب الهاجين يعني القرار مازال لم يتخذ بعد آه ان شاء الله يكون ايضا آه من العجب الهجين كما قلنا وكذلك الورشه الثالثه وهي آه خارج الملعب آه ورشه تاع تخص بالتهيئه الخارجيه اللي آه يعني قطعت اشواط آه لبس بها في آه يعني ط يعني آه الاشغال هذه آه وهذه هي آه ان شاء الله المشروع هذا يكتمل في اقرب الاجل وان شاء الله نتفرغ للمشاريع الاخرى في مجالات اخرى وكذلك الملاعب الجديده في سطيف وقسنطينه وبشار وورقلة ان شاء الله تكون فيه مشاريع جديده في اقرب الاجل اترككم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم